يسأل السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا الجزاء. يسأل يقول: هل من سبيل رفع السطح الواقع في الأمة اليوم وخاصة بين السلفيين، وهل ما يقول به بعض السلفيين من عدم إلقاء السلام على بعضهم، وهل من لبعضهم البعض يقوم على أساس صحيح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام دلالة المحبة وعلامة على المحبة، ولا نريد أن نجعل الخلافات التي توجد بين أرباب الصف سبيلا إلى إغار الصدور وعدم إلقاء السلام، إلا إذا كان في ذلك مقصود شرعي أنت تتغير، وهذا أمر يمكن أن ينضبط للأفراد لا أن يكون منهجا عاما. والله تعالى أعلى وأعلم.